هذا يوم سعيد بالنسبة لفريق حسينية أكادير، لأن في هذا النهار اللي في نفس الوقت كنحتفلوا بالذكرى 76 ديال تأسيس حسينية أكادير، كتكون هاد الهدية وهاد المبادرة من طرف السيد عزيز قنوش العمدة ديال المدينة، وكيهدي من ماله الخاص هاد الحافلة من الطراز العالي، فكنشكروه بهاد المناسبة، وكان دائما كنوهو بالخطوات ديالو لصالح حسينية أكادير، فهذا يوم سعيد بالنسبة للنادي ديالنا. الإضافة هو أنه باش على الأقل اللاعبين يسافروا في ظروف جد مريحة، واحد العدد ديال المدن اللي كنا كنمشيو لها بالطائرة غادي نبقاو نمشيو لها في الحافلة ديالنا، كيبقاو غير دوك المسافات الطويلة بحال أوجدة بحال تطوان داير وطنجة، هادو كيخصنا بدا باش نمشيو في الطائرة عاد نمشيو في البيوس، ولكن هاد البيوس ديالنا كيبقى هنايا بحال دابا هاد الديبلاسمون اللي عندنا لتطوان، الحافلة غادي تدينا غير المطار ومن ثم غادي نمشيو مباشرة لتطوان، وغتجي الحافلة ديال تطوان هي اللي غدينا لمدينة تطوان باش نلعبوا هذه المقابلة. سي عايزة خنوش رئيس جماعة أكادير وعد وأوفى اليوم، الحمد لله من بين الأمور اللي كتكون في المشوار ديال أي فريق هو التنقل، الحمد لله اليوم ما كنتوفروا كحسنية أكادير على حافلة من الطراز الرفيع إن شاء الله، اللي نتمنوا صادقين تواكبها نتائج إن شاء الله اللي ترضي جميع تطلعات محبي الحسنية. هو لا مجال للمقارنة، دابا تقريبا حنا الحافلة السابقة مرت عليها 12 سنة، ماشي حتى هي دارت دور ديالها، مشات جالت مع الفريق في جميع التحركات ديالو في جميع المنافسات ديال البطولة ديال المغرب، لا خصوصا بطولة أو كأس العرش. هذه حافلة اللي اليوم من 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 نوع من نوع الجديد، أو من نسميوها من النوع الجديد ديال الحافلات اللي كتوفر على 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 واحد الصالون اللي مريح جدا للاعبين، قاعة ديال الاجتماعات تخص الطاقم التقني. طبعا الحافلة غادي تلعب دور كبير، لأنه الراحة ديال اللاعبين غادي يلقاو الراحة ديالهم إن شاء الله في التنقلات ديالهم إن شاء الله، اللي نتمنوا إن شاء الله صديقين تعود على الفريق وتكون فاء الخير النتائج الجيدة إن شاء الله الحسنية أكادير هذا الموسم هذا وموسم مقبلة إن شاء الله. طبعا غادي تنقص علينا لي فري ديال التنقل، اللي غادي تنقص من الميزانية ديال الفريق للأمور أخرى إن شاء الله.